Mm-hmm. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، مشاهدينا الكرام في كل مكان حياكم الله في لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامجكم فن التعامل ارحب من جديد بضيفي الفاضل الشيخ احمد الغانم الباحث في الدراسات الاسلاميه، حياك الله شيخ احمد وسعداء بلقائك. الله يحييك ويبارك فيك ان شاء الله. شيخ احمد اليوم نتكلم حول موضوع يعني جميل حقيقه ونحتاجه كثيرا في حياتنا بل الاخرون يحتاجونه منا بشكل اكبر يمكن يعني عمليه صحيح. متبادله نعم. وهي عمليه جبر الخواطر. يا سلام. الانسان يحتاج دائما ان يجبر وان يجبر خاطره. نعم. عمليه متبادله. صحيح لذلك شيخ احمد نتكلم عن الجانب هذا وايضا يعني محور حديثنا وقدوتنا في كل شيء هو النبي الكريم عليه الصلاه, عليه الصلاة, الصلاة والسلام فكيف كان يعني سيد الخلق وافضل الخلق اللهم صل وسلم كيف كان يجبر الخواطر، بارك الله فيك وفيك بارك، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بداية الجبر جاءت من اسم الله الجبار. جميل. واسم الله الجبار له معنيان جميلان. آه. المعنى الأول بمعنى القوة، الجبار من الجبروت القوة. سبحانه وتعالى، من القوة جميل. والإحاطة، فالله سبحانه وتعالى عندما يرزق عباده ويحيط بهم يحتاج هذا الأمر إلى جبروت. صحيح. فالمعنى الأول هو معنى القوة. جميل. المعنى الثاني وهو ده. الذي يغيب عند كثير من الناس وهو جبر الخواطر الله سبحانه وتعالى جبار بمعنى يجبر خواطر عباده معنياً شيخ أحمد تقول بينهما أه تناقض وخصوص يعني, يعني ليس أي ولكن ليس هذا يعني, يعني قوة وجبر نعم. بينهم تناقض شيخ أحمد قوة ورحمة الله شدة ورحمة جميل نعم <applause> وهذا يليق بالخالق سبحانه وتعالى هذه الالفاظ تسمى نعم. في اللغه يمكن الفاظ لها معنيين مختلفان او نعم. متناقضان صحيح نعم فالله سبحانه وتعالى هو الجبار من الجبروت هو الجبار من جبر الخوارق سلام عبد مكسور مصاب مبتلى يجبر الله سبحانه وتعالى خطأه <applause> <applause> وهذا الامر خلق رباني نعم وهذا الخلق الرباني بما ان الله ادب نبيه صلى الله عليه وسلم فاحسن تاديبه فانتقل هذا الخلق لمن؟ لرسول الكريم الكريم عليه الصلاه نعم. والسلام. لعلنا بدايه الذي رباه ربه عز وجل. نعم. نعم. نقف بدايه مع يعني موقف رباني كيف الله سبحانه وتعالى جبر خاطر نبيه ثم كيف انتقل هذا الخلق للنبي صلى الله عليه وسلم يا سلام. فجبر خواطر الناس ودعا الى هذا الخلق. كيف جبر الله سبحانه وتعالى جبر خاطر النبي عليه الصلاه والسلام؟ عليه الصلاه نعم. والسلام. جبر خاطره في مواقف كثيره. نعم. منها النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدايه الامر يستقبل الشام بيت المقدس في القبله قبلته في الصلاه فعندما هاجر الى المدينه اصبح يقلب بصره في السماء وكانه يحب ان تكون قبلته في الصلاه هي الكعبه نعم يقول الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلنولينك قبلة ترضاها, ترضاها إرضاء ترضاه للنبي صلى الله عليه وسلم جبر لخاطره الآن أنت طردت من مكة وتحب مكة مم. وتحب أن تكون قبلتك في الصلاة هي مكة فلنولينك قبلة لاحظ ترضاه. ترضاها ترضاه. ترضاه. ما قال أرضاها لماذا؟ جبر الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه نعم. ولله المشرق والمغرب صحيح. فإنما تولوا فثم وجه الله أما النبي صلى الله عليه وسلم قال نولينك قبلة ترضاها وكان يريد السلم قبلة اللي كان يريد الكعبة, الكعبة وكان يستقبل بيت بيت المقدس في صلاته نعم طيب هناك يعني فائدة نعم لماذا كان تقلب وجه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وليس في مكة مع أنه كان يصلي في مكة بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة وهذا من فنون التعامل آه عليه الصلاة والسلام آه كان يستطيع أن يجمع بين استقبال قبلتين آه كان يجعل الحجر الاسود عن يمينه والركن اليماني عن شماله ويستقبل الكعبه وكان في نفس الوقت هذا الاتجاه هو اتجاه الشام. الله اكبر فهو يتجه باتجاه الشام بيت المقدس, المقدس في القبله آه ويستقبل أي ايضا الكعبه, الكعبة المشرفه يصلي في اتجاه نعم يعني فهو يجمع بين قبلتين. الله نعم لما ذهب إلى المدينة المنورة تغير الحال آه. أصبح إذا أراد أن يستقبل بيت المقدس يستدبر الكعبة الكعبة الله. فأصبح عليه وسلم يقلب بصره في السماء فجبر الله خاطره بأن غير إتجاه قبلة المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة جبرا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم ويا لها من مكرمة وجبر لخاطر المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم اذا شيخ احمد الان تحدثنا عن كيف جبر الله سبحانه وتعالى خاطر النبي الكريم نعم. ان شاء الله بعد الفاصل نتكلم كيف طبق النبي الكريم عليه الصلاه والسلام صلح يعني صلح. هذا الفن بالتعامل كيف جبر خواطر الاخرين ان شاء الله كان عندنا فاصل وراجع معك ان شاء الله تعالى اذا فاصل أحبتنا في فن التعامل خلق معنا <applause> يا هلا فيكم مشاهدينا الكرام، رجعنا معكم من جديد في فن التعامل، حياك الله شيخ أحمد من جديد. الله يحييك. أه شيخ أحمد جبر الخواطر، فن نعم. التعامل، ذكرنا قبل الفاصل أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام السلام. يعني رباه الله عز وجل وأدبه اللهم صل وسلم وبارك عليه، وأيضا الله سبحانه وتعالى جبر خاطر نبيه، كما نعم. ذكرت قبل الفاصل، لكن شيخ أحمد نتكلم كيف جبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام خاطره يعني الناس بعد ذلك جزاك الله خير. وإياكم إن شاء الله. هناك مواقف كثيرة جدا في جبر النبي صلى الله عليه وسلم لخواطر الناس. نعم. لعل منها ما حصل عندما كانت هناك امرأة عجوز كبيرة وكان لها ولد اسمه حارثة ابن سراقة مم. وذهب حتى يدافع عن دين الله في غزوة من الغزوات. نعم. وقتل قبل أن تبدأ المعركة، قتل خطأ. سبحان الله. فعندما جاءت الجموع بعد المعركة سألت عن ولدها: أرأيتم حارثة ابن سراقة؟ فقال لها أحد الصحابة نعم احتسبي احتسبي ولدك لقد قتل فقالت قتل الله أكبر شهيد يشفع لي في الجنة فقال لها الصحابي قال شهيد ما أظنه شهيدا لأنه قتل قبل أن تبدأ المعركة أصلا والذي قتله رجل من المسلمين خطأ هنا الآن المشاعر كانت راضية بالشهادة الآن قتل خطأ والذي قتله مسلم قالت فأين رسول الله صلى الله ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله قد علم الناس جميعا لحبي لحارثة وقد علمت يا رسول الله بحبي لحارثة الآن اخبرني أين ولدي حارثة إن كان في الجنة صبرت وإن كان في الأخرى فليرين الله ما أصنع لم يكن بعد حرم النياح والبكاء الله يعني قالت سأبكي وألطم وكذا وأشق الجيب فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وإذ بها عجوز مكسورة يعني قد هدها الحزن على ولدها بعد أن هدتها نعم. السنين هنا يأتي جاب الخاطر هنا يأتي مقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضمد الجراح ويجبر الخاطر وإذا جاء الجبر من الكريم صلى الله عليه وسلم يا سلام. يكون جبر يا سلام. عظيم يا سلام. نظر إليها قال أهبلت يا أم حارثة أو جنة واحدة الله أكبر إنها جنان الله أكبر. وإن ولدك حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى يا سلام الله أكبر ليس أي جنة ليس فذهبت وهي راضية نعم. مستبشرة أن ولدها جنان وليس أي جنة نعم. ولو أي جنان الفردوس, الأعلى فالنبي صلى الله عليه وسلم جبر خاطرة لا شك نعم ايضا من مواقف جبر الخواطر النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا هي كثيره لا شك ومنها ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي نعم. الجليل كان من كان دقيق الساقين نعم. فكان عند الكعبه فالريح حرك ثوبه فبدت ساقاه آه. الدقيقة, الدقيقة. نعم. فكأن الناس يعني نعم. يعني انتقدوه على هذا الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتهزؤون من دقة ساقيه لهي في الميزان أثقل من أحد الله ساقي بن عباس نعم الله. أثقل في الميزان الله من أحد أكبر. عظيمة لها هذه مكانة عظيمة الله. أعظم من جبل أحد عند الله, الله سبحانه أكبر. وتعالى نعم. فجبر خاطره النبي صلى الله عليه وسلم تخيل يعني من إنسان كس كسر خاطره ولعله يعني الصحابه قد يكون بطريق الخطا صحيح وقد يكون ايضا اثناء تربيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم صحيح مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جبره جبرا عظيما الله لا هي في الميزان اثقل من احد هذا جبر خاطر فجبر خاطر صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم لان الذي ادبه الله سبحانه وتعالى جبر خاطره والنبي صلى الله عليه وسلم جبر خاطر الناس وامر النبي صلى الله عليه وسلم ترى بخلق جبر الخواطر ولذلك لاحظ يعني دائما يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم ان نعامل الناس كما نحب أن يعاملنا من آه. الله, الله سبحانه الله. وتعالى. سبحان الله. آه مثلاً آه من يعفو عن الناس الله سبحانه وتعالى يعفوها. يعفو عن يعفو عنه. من كان في حاجة يا أخي كان الله في حاجة. أستغلق. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فهذه المواقف يستشهد بها أيضاً من جبر خاطر مؤمن. جبر الله خاطره. الله أكبر. فلذلك حفظاً. فلذلك نعم. كما تفضلت في نعم. بدايه الحلقه نعم. نحن بحاجه ان نجبر ونجبر. لا شك فحتى نعيش بحياه سعيده صحيح. بمنهج نبوي صحيح. وفن في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى يجب علينا ان نجبر خواطر الناس صحيح. حتى يجبر المولى خواطرنا ويرسل لنا صحيح من يجبر, يجبر خاطرنا نعم, أنا... نعم. اذا الختام هذه الحلقه شيخ عبد يقول لك جزاك الله خير وبارك الله فيك ونفعنا الله بكل ما قلت جزاك الله خير اللهم امين جبر الله خاطرك امين يا رب وياك ايضا شكر الموصول لكم ايها الاحبه على هذه المتابعه انتظرونا ان شاء الله في حلقه مقبله من برنامجكم فن التعامل حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>